المفتاح. حاضر. مين يا هشام؟ مين دول اللي اتصلوا وطالبين فلوس؟ ايه ده بس يا حاج كده، وخش واقعد وخد نفسك. استاذ عصمت، مين اللي اتصلوا عايزين 2 مليون؟ وانتم متاكدين ان فريده عنده؟ والله يا حاج احنا زينا زيك. ناس اتصلوا بينا وقالوا ان فريده معاهم وعايزين 2 مليون جنيه. وبعدين يا حاج، هو انت مش قلت لو اي حد اتصل بيك وطلب فلوس كلموني وانا اجي وادفع عشان انا رقبتي سداده؟ فكلمناك عشان نشوف بقى رقبتك لسه سداده ولا كان اي كلام بيتقال؟ عيب يا هشام. سداده وادفع 10 اضعاف المبلغ. بس انتوا بقى مطمنين الناس دول مش نصابين وان فريده عندهم؟ والله مش عارفه يا حاج، بس في ناس كلمونا وقالوا لنا ان هم معاهم فريده وانهم عايزين فلوس، واحنا مش عارفين نتاكد طبعا. اسمع كده. او النبي اسمع. انت جاي تندم دلوقتي؟ انا لما جيت قلت لك اخطب فريده ما كنتش تاهل في العنوان. انا جاي وعارف انك هتوافق، وانت محتاج تنتقم من هشام اللي سرق فلوسك، تنتقم من حبيبه القلب. انت كده كده خلاص اتورطت، وانا اخد اللي انا عايزه. اول ما فريده ترجع المحامي يرفع القضيه على فيروز، والبنت هتبقى في حضانتي، فنعمل ده وانت بره القضية، ولا هتتعوج وانا هبلغ بنفسي عنك ان خطفها ورجلك تيجي في القضية. ايوه، انتوا جايبيني عشان تعملوا النمرة الرخيصة دي. ماشي، طب انا اللي خاطفها، وانا اللي مش عايزه تعيش مع اسره زيكم، عايزه تتربى وسطينا وتتعلم عاداتنا، عايزه اربيها بنفسي، ما اسيبهاش تشتغل وسط الرجاله وكل يوم والتاني واحد يجي يتقدم لها. سادة يا حاج، انت راجل بجح وما ردتش على تربيه. اه والله، عشان بنتي اللي مش عاجباك دي اتربت احسن تربيه، وبتربي بنتها تربية انت ما تعرفهاش ولا وردت عليها اصلا. واللي يتخيل ان انت عندك اصل ولا وردت على تربية يبقى قليل العقل. بص يا حاج، نصيحة لوجه الله، الاصل والتربية مش فلوس بس. هي كده كلمة الحق بتزعل اللي على راسه بطحة، بس أنا راسي سليمة. ربنا يبارك لك في السليمة. طب بقول لك يا بابا، ما احنا نكلم البوليس وهو بقى يجي يتعامل مع الحاج ويشوف بقى الدماغ السليمة دي أخبارها إيه. المفروض بعد الكلمتين دول أترهب وأقول لكم طلباتكم إيه، أنا تحت أمركم وكده يعني، صح؟ آه، وطلباتنا هي إن أنت ترجع لنا حق فريدة، تكتب لها ورث عاصم، وتنسى موضوع الحضانة بقى دي خالص، يا كده يا هنسلم التسجيل ده للبوليس والنيابة. انسي، عمرك ما هتوصلي للي في دماغي، عمرك ما هتاخدي فلوس طول ما أنا عايش، فريدة أحرمك إنك تربيها. هو بالنسبة بقى للهباب التسجيل ده اللي بتهدديني بيه، أصغر محامي عندي يخرجني في ساعة زمن، وأنا عندي بقى من المحامين دول كتير. تسمح لي أقول لك حاجة صغيرة؟ أنت راجل ما تربيتش، أدي حقيقة، وما تعرفش ولا شميت حاجة عن ريحة الأصول، وفريدة هنربيها، وانسى بعيد عن شنبك انك تاخدها، وهنوريك بقى الرجاله اللي مش عاجبينك دول هيوقفوا لك ازاي يا ناصر. ما تربيتش ويا ناصر. ماشي، هنشوف
لينا قاعدة تانية بس قريب قوي. يلا بس الوضع هيكون غير الوضع. سلام يا أستاذ عصمت. سلام يا متربي. سلام يا أخويا. سلام يا اللي مش متربي. ولا يهمك يا بت، اللي احنا عايزينه هنعمله وبالحق مش بالصوت العالي. اقعدي واهدي واطمني، بنتك هتفضل في حضنك، لا هو ولا اللي اتخن منه هيقدر يهون ناحيتك.